واحدة بتقول يفسرون الكتاب المقدس ويقولون ان الودعاء يرثون الارض في الانجيل، بمعنى في نهاية الايام لن نموت وسنرث الارض ونملك عليها ونعيش حياة بسلام. هل هذا معنى تفسير الآية؟ ده كلام شهود يهوى، احترسوا منه. ان كنا هنقعد على الارض، امال يعني ايه كلمة ملكوت السماوات؟ مفيش سماوات. واذا كان الارض الواحد لما يموت روحه تصعد للسماء، يبقى تنزل تاني على الارض، يعني ديجريدنج. وايه كل الايات اللي قالها السيد المسيح عن السماء؟ وايه معنى كلمة اكنزوا لكم كنوزا في السماء؟ اذا كنا مش هنروح السماء وهنقعد على الارض على طول، يبقى نكنس كنوز في السماء ازاي؟ تبقى راحت علينا ولا ايه؟ هما بتوع شهود يهوى بيعتقدوا ان الانسان يقعد على الارض ويعيشوا في حياة ارضية ويتجوزوا ويخلفوا وياكلوا من ثمار الارض، يعني حياة عالمية على طول، وكلام ده مش مطلوب. اما كلمة الودعاء يرثون الارض، يعني الشخص الوديع يكون محبوب من الناس في الارض الى دوار انه يروح السماء. دايما الشخص الوديع يكون محبوب من الكل، وما فيش حد يزعل منه ولا هو يزعل حد.